اللي قدامك في الفيديو ده يا صديقي انسان نزلة خاطر بسوهاج، واللي تم اكتشافه في نزلة خاطر او منطقة نزلة خاطر بسوهاج، وهو تاني اقدم هيكل بشري موجود في مصر هنا، وده عمره اكتر من 35,000 سنة. وقت وفاة الشاب ده كان عمره من 17 إلى 19 سنة، وتم اكتشافه في نزلة خاطر بسوهاج، وده من العصر الحجري الأعلى، تصنيفه من العصر الحجري الأعلى. ودي بعض المقتنيات البدائية من الأحجار سواء سكين أو خلافه اللي كانوا بيستخدمها في الحياة البدائية بتاعته. ده إنسان نزلة خاطر موجود المتحف القومي للحضارة في الفسطاط في مصر. إنسان نزلة خاطر عمره أكتر من 35 سنة. سن الشاب ده ساعة وفاته أو وقت وفاته كان من 17 إلى 19 سنة، ويعتبر تاني أقدم هيكل بشري كان موجود في مصر، ويعتبر أقدم إنسان عاش على أرض مصر قبل القدماء المصريين 40,000 سنة. ده موجود في متحف القومي للحضارة المصرية في مصر سنة 1980 تم اكتشافه، ويعتبر هيكل الترامسة أو أقدم هيكل بشري موجود في مصر هنا، يقدر بحوالي 55,000 سنة قبل الميلاد. أنا أحمد سفاري، ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول. شرفنا متابعتك ليها على قناتي على اليوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم.